عايزة بقى أقف عند النقطة دي، لأن احنا دخلنا في موضوع الفيلم والتمثيل دلوقتي. دلوقتي ما شاء الله رسام، دكتور في الجامعة وبتدي محاضرات، وكمان بتمثل خلاص. يمكن احنا دلوقتي بنشوف أريد رجلا على قناة فضائية تانية، والحقيقة انت دورك في المسلسل كمان دور شرير، ودي غريبة بالنسبة لي. ما ينفعش يعني، انت ما تنفعش تبقى شرير. بدأت التمثيل ازاي وقدرت تفصل من ده لده ازاي؟ بدأت التمثيل كان أول حاجة كان 2010، كان في أهل كايرو، كنت عامل حلقة واحدة بس ومع أستاذ محمد علي المخرج، ويمكن أول مرة أقف قدام كاميرا كان مع أستاذ خالد الصالح. وبعد كده بعدت كتير ورجعت عملت حاجة صغيرة، وكان دايما الحاجة اللي بتبعدني انشغالي، إما بتقديم أو الدراسة، عشان كنت ساعتها لسه مخلصتش الدكتوراه بتاعتي. بعد كده رجعت السنة دي عملت كذا حاجة، أنا شايف إن هما خطوة إلى حد ما كويسة. عملت الصالوك في رمضان مع أستاذ خالد الصاوي، وكان الدور فيه برغم ان هو كان صغير ولكن كان ديب شوية، كان ليه شخصية، وكان دايما مشاهدي مع نجلاء بدر. وبعد كده عملت أريد رجلا، وانا كنت حب قوي التجربة دي جدا. اشمعنى ايه اللي شدك يعني؟ عشان مختلفة خالص عن شخصيتك؟ مختلف يعني عملت في الصالوك الشخصية اللي هو الولد اللي بيعرف يكلم البنت ازاي كويس، اللي هو يعرف يخش ازاي ويقتحمها ويتكلم معاها بس. وحتى في تونس كنت عامل مسلسل اسمه حكايات تونسية، اتعرض في رمضان السنة دي برضو، كان اللي هو الحبيب شوية، فقلت يعني دي مختلفة. مش عاوز الناس تاخد عني الفكرة دي. بالظبط مختلفة واجرب يعني. وبعدين هو في الاول وفي الاخر انت، انا لسه في بداية المشوار يعني، حتى لو عملت دور واثنين وثلاثة في الاخر انت زي الارت يعني، بتقعدي ترسمي حاجات واقعية، بترسمي حاجات لاندسكيب، بترسمي حاجات اكاديمي، وفي الاخر بتلاقي نفسك في حتة بعد الخبرة. فأنا شايف إن كل ده ولقيت فجر. نفسك في الحتة الشريرة؟ لا لا لا، لسه لسه لسه. بس يقال طبعا إن الأدوار الشريرة بتثبت الممثل شاطر ولا لا. طبعا دي من الحاجات اللي أنا بسمعها، الله أعلم ده صح ولا غلط. ممكن، بس هي كانت تجربة كانت حلوة قوي يعني بصراحة. مبسوط كمان بالفيدباك بتاع الناس، رد فعل الناس على هاشتاج، كمان على تويتر تلاقي الناس كلها، عشان هو مسلسل بصراحة جمع كذا جان يعني، جمع فنان إياد نصار، فنان فراس سعيد، فنان ظافر العابدين، فنان حازم سمير، فيعني الشباب كده شكلهم حلو ويفرح. فكل الفيدباك طبعا والهاشتاجز كلها كانت حلوه، وكمان الممثلات يعني كلهم كانوا حلوين، فهي الصوره ما اعرفش يعني، الصوره كانت حلوه والمواضيع بسيطه.